بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس قد جاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم البحث في بعض التطبيقات لمسائل العلم الإجمالي هذه التطبيقات هي في الواقع من قبيل الامثله من نوع الامثله التي تنقل الفكره من كونها فكره ذهنيه بحته الى الواقع العملي الى التطبيق وهذه الانتقاله هي ضروريه للطالب ان يعيش التطبيق ان يعيش الواقع ان ينزل الافكار والقواعد من كونها مجردات ذهنيه ورؤى ذهنيه الى كونها مسائل خارجيه حقيقيه محل ابتلاء هذا التطبيق هذا التمرين ينفع في تقويه ذهن الطالب ينفع في ضبط المساله احيانا الطالب قد يتصور انه قد فهم المساله ولكنه من خلال التطبيق يشعر بغرابه يشعر بوحشة بعدم ألفة لا يتمكن من التطبيق بشكل جيد فيكشف هذا عن خلل في مستوى الفهم الذي كان عنده هذا بشكل عام حتى لا يقال هذه المقدمة حتى لا يقال أنه ما دخلنا الآن بأنه شخص استأجر شخصا لحمله أو ما استأجر شخص لحمله صلى خلف هذا او ما صلى هذه احكام فقهيه فما دخلها في المساله الاصوليه؟ الجواب ان الاصول هو تلك القواعد التي تنقح عمليه الاستنباط التي تدخل تلك القواعد الكليه الكبريات التي تدخل في عمليه الاستنباط وميزه القواعد الاصوليه هو الاستنباط منها ودخولها في هذه العمليه فالواقع كل مساله اصوليه وينبغي ان يكون لها امثال هذه التطبيقات والا ستكون مجرد قضايا علميه بحته لا تكون مهيئه ولا تكون مقدمه للاستنباط. مساله اليوم تطبيق اليوم هو انه شخصان لديهما ثوب واحد وجدا فيه منيا علم يقينا أن هذا المني من أحدهما قطعا ليس من ثالث لا شك أنه من واحد منهما إما أليف وإما باء إما زيد وإما بكر لا يعلمان من هو كل منهما من حقه أن يجري الأصول يقول هل أنا متطهر أو مجنب كنت متطهرا ايضا يستطحب الطهاره يجري اصاله الطهاره كان متطهرا شك في حصول الجنابه له وعدم حصول الجنابه الاصل عدم الجنابه فالاول يسال هل يجب علي الغسل لم يثبت اني مجنب لكي اغتسل الثاني يسال هل يجب علي الغسل ايضا يقول لنفسه لم يثبت اني مجنب لكي اغتسل فمن حق الاول ان يصلي بوضوء يتوضا ويصلي من دون ان يغتسل، ومن حق الثاني ايضا ان يتوضا ويصلي من دون ان يغتسل. ولكن اذا صارت القضيه بنحوين بكيفيه معينه بحيث حصل الابتلاء بهما معا. حصل الابتلاء بهما معا. كان يكون قد صلى خلفهما صلى خلف اليف خلف زيد هنا يشك انه زيد كان متطهرا او كان مجنبا اصاله الطهاره تجري يصلي خلف زيد طبيعي ولكن في اثناء الصلاه في وسط الصلاه مرض زيد فاضطر إلى قطع صلاته. اضطر إلى قطع صلاته. تقدم بكر الثاني ليتم الصلاة إماما بعد أن كان مأموما. هذا الثالث أتم صلاته خلف بكر الثاني ومن هنا وقع جزء من صلاته خلف الاول وجزء من صلاته خلف الثاني في الموارد التي تبطل فيها صلاه المأموم اذا بطلت صلاه الامام اذا كان الامام مجنبا لانه بالركعه الرابعه او الركعه الثالثه الامام يقرأ التسبيحات والمأموم يقرأ التسبيحات فإذا افترضنا أنه بطلت صلاة الإمام ما تبطل صلاة المأموم غاية الأمر تنفض الجماعة لا تكون الصلاة جماعة تتحول من الجماعة إلى الفرادة ولكن في الركعة الأولى الإمام يقرأ المأموم ما قرأ يتحمل الإمام عنه القراءة فمرض الإمام اللي هو زيد اللي هو الأول فجاء بكر وأتم الركعة الثانية وقرأ في الركعة الثانية وتحمل عن المأموم اللي هو الثالث تحمل القراءة في الركعة الثانية فهنا المأموم هذا الثالث لا قرأ خلف زيد في الركعة الأولى ولا قرأ خلف بكر في الركعة ثانيه وهو يعلم يقينا ان احدهما جنب وبالتالي اما الركعه الاولى بطلت واما الركعه الثانيه بطلت والصلاه اذا بطلت احدى ركعاتها بطلت كلها لا تتجزأ فاما ان الصلاه باطله اذا كان زيد هو المجنب فتكون الصلاه باطله من الركعه الاولى اذا كان بكر هو المجنب فتكون الصلاه باطله من الركعه الثانيه ولكن هذه الصلاه باطله على كل حال هذه الصورة الصوره الثانيه انه صلى الظهر خلف زيد والعصر خلف بكر فيعلم انه انه صلاه احدى صلواته باطله اما الظهر واما العصر اقرا هذا المقدار ثم نصل الى انه إلا إذا كيف يمكن تصحيح المسألة؟ ومنها اقتداء الغير بهما بهذين الشخصين في صلاة واحدة أو في صلاتين فإن قلنا بأن عدم جواز الاقتداء من أحكام الجنابة الواقعية وهو المعروف وهو الصحيح كانه انه الجنابه الواقعيه هي المطلوبه او الطهاره الواقعيه هي المطلوبه والجنابه الواقعيه اذا كانت موجوده تبطل الصلاه حتى وان التفت بعد ذلك فالطهاره بما هي طهاره الطهاره الحقيقيه مطلوبه في الصلاه نعم قد شخص ينسى انه مجنب يغفل عن انه مجنب ويصلي ثم يلتفت بعد ذلك او او لا يعرف الجنابه يعني لا ليس له معرفه بالاحكام الشرعيه ما كان يعرف ان هذا خروج هذا السائل يوجب الجنابه ما كان يعرف واقدم على الصلاه اخبره شخص بان هذا الخروج لهذا السائل ما يوجب شيء مثلا وبالتالي اقدم على الصلاه وهو متصور انه متطهر فهنا لا ياثم اذا كان معذورا في عدم المعرفه ما ياثم ولكن غايه الامر بعد ذلك اذا علم اذا تعلم اذا اكتشف اذا تذكر اذا التفت اذا اذا اذا, إذا صار ذلك اذا التفت اذا علم فيجب عليه اعاده الصلاه، لان الصلاه قد وقعت عن جنابه، عن عدم طهاره، والمطلوب هو الطهاره الحقيقيه. فان قلنا بان عدم جواز الاقتداء من احكام الجنابه الواقعيه، واقعا يجب ان ان لا يكون جنبا، واذا كان جنبا واقعا لا يجوز الاقتداء به، حتى وكان هو يجري الاصول، هو يجري الاصول. ولكن مع اكتشافنا للواقع مع معرفتنا اليقينيه بخطا هذه الاصول لا تجري الاصول انا صليت خلف زيد واجريت الاصول معه لا بأس ولكن عندما اتم عمر الصلاه واقتديت بعمر في هذه الصلاه وتبين انه تبين انه صلاتي قطعا باطله بعد حسب الفتاوى بالركعة الثانية كيف بالركعة الثالثة كيف بالركعة الرابعة كيف هذا قد يختلف بحسب الفتاوى المهم أن الكلام في صلاة قد وقعت باطلة من الإمام فتكون صلاة المأموم باطلة هذه صلاة المأموم في أي ركعة تكون هذا قد يختلفون فيه المهم المهم أصل المسألة لا أريد الآن أن أستوعب الأقوال وليس مهما الآن استيعاب الأقوال فإن قلنا بأن عدم جواز الاقتداء من أحكام الجنابة الواقعية كان الاقتداء بهما معا في صلاة واحدة موجبا للعلم التفصيلي ببطلان هذه الصلاة صليت ركعة خلف زيد وركعة خلف عمر قطعا هذه الصلاة باطلة لأني قد صليت خلف جنوب بس هذا الجنوب سواء كان أليف أو باء مو مهم صليت خلف جنب هذه الصلاة فوقعت باطلة والاقتداء بهما في صلاتين من قبيل ارتكاب الإناء كأنه مخالفة قطعية إذا عندي إناءان في أحدهما نجس سائل النجس وشربتهما معا فقد شربت النجس قطعا هنا أعلم بجنابة أحدهما وصليت خلفهما صليت خلف احدهما صلاة الظهر، وخلف احدهما صلاة العصر، فأعلم اني قد صليت صلاة خلف جنب، والاقتداء بأحدهما في صلاة واحدة كارتكاب احد الإناءين، انا صار عندي علم اجمالي، هذا العلم الاجمالي منجز، فهنا المخالفة الاحتمالية ما هو حكمها؟ ممنوعة او غير ممنوعة، الموافقة القطعية مطلوبة أو المخالفة القطعية هي الممنوعة فقط أو لا شيء منهما، هذا بحث في مقدار ومدى وسعة منجزية العلم الإجمالي. نقطة. الآن إن قلنا أنه علم المأموم بجنابة أحدهما لا يؤثر شيئا، لا يضر، بعد ان كان الاول منهما قد جر الاصول بشكل صحيح. والثاني منهما قد جر الاصول بشكل صحيح. كل منهما يؤدي وظيفته على اساس الاصول الجاريه في حقه، كان متطهرا، الان يشك انه مجنب او لا، فيبني على انه ليس بمجنب. الثاني كان متطهرا يشك أنه الآن مجنب أو لا يبني على عدم الجنابة فكل منهما نقح لنفسه الطهارة الظاهرية كل منهما بنى على الطهارة بشكل صحيح فإن قيل أن هذا يكفي في الاقتداء بهما ما دام كل منهما قد عمل أو يعمل فعلا بوظيفته فلا مانع من الاقتداء بهما إذا قيل هكذا فصل الصلاة بعدها بها إشكال وإن كان هذا ما يرتضي المصنف طبعا وإن قلنا إنه يكفي في جواز الاقتداء عدم جنابة الشخص في حكم نفسه الآن هو كان متطهرا سابقا الآن يشك في الطهارة وعدم الطهارة يبني على الطهارة فهو في حكم نفسه منقح لنفسه وظيفته وظيفته منقحه النفس عامل بالاصاله بشكل صحيح. فيكفي الاقتداء به، والثاني كذلك ايضا يكفي الاقتداء به، ان قيل انه هذا يكفي صح الاقتداء في صلاه واحده او في صلاتين، اذا في صلاه واحده يكفي قطعا في صلاتين ايضا يكفي أوضح لماذا يجوز الاقتداء ويصح الاقتداء؟ لانهما طاهران بالنسبة إلى حكم ال... الاقتداء، كل منهما كل منهما قد نقح لنفسه طهارة. هذا نقح لنفسه طهارة، هذا نقح لنفسه طهارة. هذا يجوز الاقتداء به لأنه نقح لنفسه طهارة. هذا يجوز الاقتداء به لأنه نقح لنفسه طهارة، فيجوز الاقتداء بهما، كما أنه يجوز الاقتداء بأحدهما، يجوز الاقتداء بهما معاً. إن قيل هكذا فتصح الصلاة ولكن الأقوى لا الأقوى أنه ما يصح والأقوى هو الأول أنه الطهارة الواقعية هي المطلوبة لماذا؟ لأن الحدث مانع واقعي لا مانع علمي الحدث مانع واقعي الطهارة الواقعية مطلوبة في الصلاة والجنابة الواقعية مانعة عن الصلاة ولذا وليس العلمية والكشفية ولذا لو علم بعد ذلك انه كان مجنبا لوجب عليه اعادة الصلاة فالطهارة الواقعية هي المطلوبة وليس الطهارة الظاهرية وهنا بالنسبة لهذا الشخص يعلم واقعا بانه احدهما غير طاهر فالطهاره الواقعيه ما حاصله. نعم، لا اشكال في استئجارهما لكنس المسجد، فضلا عن استئجار احدهما. تقدم سابقا في مساله حمل احدهما للاخر. احدهما مريض، فيستاجر الاخر لحمله وادخاله الى المسجد. وطرح هناك فكره مفادها بان الاستئجار قد يقال ان الاستئجار تابع للأجير فإذا بنينا على أن الاستئجار تابع للأجير إذا الأجير منقح في نفسه موقفه الشرعي كفى هذا يعني كف كفاية الطهارة الظاهرية وليس الطهارة الواقعية وهذا الأول زيد قد نقح لنفسه هذه الطهارة وبكر نقح لنفسه هذه الطهارة فيجوز استئجارهما بناء على أن كل منهما قد بنى على طهارته بشكل صحيح وأنه موقف سليم الأول موقف سليم والثاني موقف سليم فيجوز استئجارهما فضلا عن استئجار أحدهما استئجار أحدهما هو إذا قيل بأنه ما يجوز فهو مخالفة احتمالية أما إذا قيل أنه يجوز بعد كل إشكال ما بي إذا اثنين هم يجوز الواحد أيضا يجوز فبناء على أنه الطهارة المشروطة في قضية الدخول إلى المسجد هي الطهارة الظاهرية وليس الواقعية فهنا كل منهما له طهارته الظاهرية وما له علاقة بصاحبه هو يشك في في جنابته حصلت أو لم تحصل الأصل عدمها والأصل أنه متطهر نعم لا إشكال في استئجارهما لكنس المسجد معاً فضلا عن استئجار احدهما يكون اوضح لانه احدهما هو طرف يعني اذا استاجرهم كلاهما استاجر يجوز لماذا يجوز؟ لان الطهاره الظاهريه المنقحه بالاصول تكفي في الاجاره وكل منهما قد نقح لنفسه طهارته وموقف صحيح وموقف سليم ويجوز له بما هو يجوز له الدخول الثاني ايضا بما هو يجوز له الدخول نعم لا اشكاله في استئجارهما لكنس المسجد مثلا طبعا كنس المسجد مثال فضلا عن استئجار احدهما لماذا لان صحه الاستئجار تابعه لاباحه الدخول لهما هذا الاول يجوز له الدخول نعم لانه جرى الاصول بشكل صحيح الثاني يجوز له الدخول نعم لانه اجر الاصول بشكل صحيح الطهارة الواقعيه حتى يقال ان هذا الثالث الذي استاجرهما يعلم واقعا بانه احدهما مجنب مو مهم المهم انه كل كل منهما يجوز له ذلك كل منهما موقف سليم والمفروض اباحه الدخول لكل منهما من جهته وقس على ما ذكرنا جميع ما يرد عليك جزاه الله خير جزاه الله خير رحمه الله تعالى عليه وضع القواعد وضحها نقحها ذكر أمثلة ونماذج واقعية وفتح الطريق وعبد الطريق ومهد الطريق لمن يأتي من بعده وقس على ما ذكرنا جميع ما يرد عليك مميزا بين الأحكام المتعلقة بالجنب من حيث الحدث الواقعي تلك الأحكام التي يشترط فيها الطهارة الواقعية مثل الصلاة تقول لا يجوز للثالث أن يقتدي بهما وبين الأحكام المتعلقة بالجنب من حيث أنه مانع ظاهري مثل الإجارة بناء على أن الإجارة من هذا النوع من أنه مانع من حيث أنه مانع ظاهري للشخص المتصف به، هذا الشخص إذا اتصف بالجنابة امتنع دخوله، حرم دخوله، وهذا الشخص إذا اتصف بالجنابة حرم دخوله، ولكن هذا الشخص إذا جر الأصول بشكل صحيح وعلمي ودقيق جاز له الدخول فجاز استئجاره، وهذا الثاني ايضا اجراء للاصول في محله، فجاز دخوله فجاز استئجاره، لانه في هذه الموارد يكفي انه في كل كل منهما في نفسه يجوز له الدخول، بخلاف مثل الصلاه التي يشترط فيها الطهاره الواقعيه. واما الكلام في الخنثى الكلام في الخنثى هو ذلك الانسان ذلك الموجود المبتلى بالمرض الذي لا يستطيع ان يشخص هل هو ذكر او انثى، هنا كيف عند احكام عندنا احكام مختصه بالرجال، عندنا احكام مختصه بالنساء فكيف يجري؟ يترك الامرين معا، يفعل الامرين معا، يفعل احدهما ويترك الاخر. هذا ما سيأتي ان شاء الله تعالى مع بقاء العمر والتوفيق والحمد لله رب العالمين الله 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 الله, 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 الله يا